تخرب الدنيا بيناتهم، بيوصلوا لطريق مسدود وما بقى في حال غير انه يطلقها ويتركها. شو بده؟ وقعي له التنازل عن الحضانه، ثاني يوم بيكون اولادك معك. بدي اقول لكم، يا بده يكسركم يا بده يكسر جيبتكم. صاروا المصاري وغصبني بغراض غصب عني، وبالاخر اشتريت اغراض ما طلعوا لابقين. في اشخاص بيقولوا لي عن جد انا اذا بشرب كاسه مي بينتفخ بطني. يعني كره القدم اكله الاخضر واليابس الحقيقه. يعني هي هون تنزت بالشارع بتنزت بالشارع عنا بالقانون. يعني المراه مو بيضمن لحقها مهر. ونكون عم نشتري اغراض صح، عم نوفر مصاري. انا بعطيكي 30,000 ليره على الورق، بس من تحت بعطيكي مليونين. يعني طبعا البروكلي الملفوف الزهر هدول كتير بينفخوا. في واحد من الجمهور قال لي يعني ما بتتخيلي لو ما حطيتيهم شو كنا نعمل فيك. قلت له بعرف.